السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أصدقائي الأعزاء، أحبائي الكرام، نحن على مسافة قليلة أو ساعات قليلة على توديع الشهر رمضان المبارك، الذي يعني هذا الشهر المبارك الكريم اللي هو في الحقيقة كان علينا دخل علينا في الحقيقة الحمد لله بالخير والإحسان، رغم أن كان فيه مشاكل كثيرة وكانت فيه اعتقالات وكانت فيه حزن، وكان فيه يعني اعتقالات بالجملة، وكانت فيه قمع ديال النساء والأطفال وديال الشباب، ديال خيرة الشباب في الحقيقة. إخواني الكرام، أنا ما كنتش باغي ندير هذا اللايف هذا في الحقيقة، لكن لما طلعت على صفحات الجرائد اليوم فإذا أتفاجأ بجريدة الصباح وهي تكتب على الكرتوني، على مراد الكرتوني، وتتهمه وتقول فيه يعني سبحان الله، كتقول فيه شي كلام وبزاف ديال المناضلين وأصحاب يعني الفيسبوكيين وأصحاب الفيديوهات كتكلم فيهم بسوء، كتكلم فيهم بسوء، يعني هذه باينه، يعني هذه باينه كأن تقول ماشي جريدة وطنية مستقلة، كأن يعني باينه معروفة جريدة مخزنية 100%. وغادي نقول لكم شنو قالت الجريدة، غادي نقرأ لكم شنو قالت الجريدة. فيديوهات فيسبوك انتعاش ورم ابتزاز شخصيات ومؤسسات، بأن أصحاب الفيديوهات كيبتزوا كينتعشوا بهذه الفيديوهات وكيبتزوا بعض الشخصيات والمؤسسات. بالنسبة لهذا الكلام ديال الجريدة، هو كلام خطير، كلام خطير للغاية. قالوا لأن مستعملي الفيديوهات من في الابتزاز مثل فيروس ينتشر، فقد أجج اعتقال الكرتوني الشخصي إلى بث فيديوهات أخرى مشهرا بطاقة قال إنها تثبت أنه مراسل صحفي سلمها له أحدهم من أمريكا. ثم ما بدأه زعيمه، يعني يقصد الكرتومي يقصد الخليفة ديال الكرتومي، بمعنى سموه خليفة الكرتومي، فإنه أسماء بعينها فاتهم أسماء بعينها بقتل مرداس، يعني دخلوا مرداس على الخط من جديد، رغم أن التحقيق قاد إلى اعتقال المشتبه فيهم. كما يعني هنا كيتكلموا على كلام يعني الأخ المناضل، يعني قال بأنه يعني افتخر بأنه عاش بين أحضان المافيا بإيطاليا، يعني اتهموا خليفة يعني الكرتومي حسب قولهم بأنه عاش بين أحضان المافيا بإيطاليا. يعني الصباح، جريدة الصباح كتكتب هذا الكلام هذا، وكتنقل كلام لا أساس له من الصحة. إضافة مهم، هذا كلام ديال الجريدة. غادي نقولوا هنايا بعض التفاصيل. مهم، العنوان العريض اللي دارته الصباح، فيديوهات فيسبوك انتعاش ورم ابتزاز شخصيات ومؤسسات. باختصار باش ما نطولش عليكم، بان هاد الفيديوهات وهاد الفيسبوكيين والمناضلين، يعني شرط المناضلين اللي هما كيناضلوا من اجل فضح الفساد، ولم تشير الصباح، جريدة الصباح، الى الفيديوهات اللي كيعتبروا انهم وطنيين كيهزوا السيوف والفراده وكيهددوا ابناء الحسيمة وابناء الريف وكيهددوا المناضلين الاحرار. اذن جريدة الصباح، بغيت كنتسائل مع جريدة الصباح، كنقول لها علاش ما ترتيش موضوع هذوك الفيديوهات ديال الناس اللي هزوا الفيديوهات، واحدين مصورين بكسوة بالبزة عسكرية في خارج المغرب كيبتزوا وكيهددوا ابناء الريف بالقتل وبالتدمير، وكذلك الفيديو اللي هو صاحب ديالو هز السيف وكيقول لك انا وطني وانا مغربي وانا مع الملك وانا مع الملك، وبالتالي هز السيف وكيهدد فيه الاحرار وكيهدد فيه الريافه، على وكهز كذلك هز فردي عباد الله، فردي يعني راه هذه راه تومه، هذه خطيره، هذه راه تومه، يعني خصو يتحكم بقانون الارهاب،
خصو يمشي ب 30 عام ديال الحبسه ومؤبد، فبالتالي ما كاينش اللي تسوق ليه. علاش جريده الصباح ما فتحتش تحقيق في هذا الموضوع وكتبات على هذا الموضوع ديال هاد الوطنيين اللي كيتعتبروا وطنيين كيهزوا الرياض المغرب كيقول لك حنايا مع الملك كنتسناو غير الملك يعطينا لورد باش نمشيو نقتلوا؟ واش الملك قتال؟ اللي كيقول كنتسناو غير الملك يعطينا 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 الامر. شحال من فيديو خرج على جريده الصباح ما كتباتش على هاد المواضيع على هاد الفيديوهات، فبالتالي مشات كتكتب كتهضر على فيديو على على الكرطومي مراد الكرطومي اللي فضح بعض الملفات ديال الفساد، والدليل على ذلك هو اعتقال ديال حواس البرلماني عن حزب الاستقلال اللي تعتقل مؤخرا بتهم استيلاء على المال العام كذا الى اخره. هادشي حشومه. اذا مراد الكرطومي ما دار حتى شي حاجه الا انه فضح بعض الملفات اللي هي خطيره فعلا، وراه هذا اكبر دليل على هو على 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 الملفات الفضح هو انه تم اعتقال ديال حواس وهو ملفات اخرى. فاذا علاش جلاله الصباح دارت هذا الموضوع وبهالطريقه وكتهم الكرطومي؟ هذا اتهام كتهمه هي دابا الجريده، وشكون عطاها الحق انها تتهم شخص معين بتهمه ديال الابتزاز وديال كذا؟ وفين عندها الادله؟ فين هما هاد الناس اللي تبتزوا؟ الأدلة واش عندها شي أدلة؟ عندها ما يثبت أو لا؟ خص هاد متابعة قانونية، خص العائلة ديال الكرطومي مراد الكرطومي يتابعوها قانونيا. جريدة الصباح الكاتب اللي كتب المقال خصو يتابعهم قانونيا بأنه كيتهموا الكرطومي بأنه كيبتز شخصيات ونافذين وكذا، ويعطيو ما يثبت على أن مراد الكرطومي ابتز فلانا أو علان. هادشي اللي كنعرف، والا فخص متابعه قضائيه لهذا الصحفي اللي نشر المقال في جريده الصباح، وتهم بزاف ديال المناضلين لانهم كيبتزوا في فيديوهات وكذا. لكن علاش مشات الصباح غير لهاد الفيديوهات اللي هما ديال المناضلين اللي كيناضلوا كيفضحوا الفساد، وما هضرتش على فيديوهات ديال العكس ديال المفسدين ديال بصح ديال القتاله وديال المجرمين بصح اللي كيهزوا السيوف وكيهزوا الفراده وكيهزوا السلاح الناري اسلحه ناريه وكيهدوا بها الاحرار وكيهدوا بها الناس ديال الريف، لانهم غينزلوا للريف وغيقتلوا وغيديروا وغيفعلوا وغيتلقوا. اذا جريده الصباح هي في الحقيقه جريده ما تصالحش للقرايه، بقات صالحه للقرايه ان الانسان شي واحد يقراها، لان ما بقاش فيها الصحفيين اللي كنعرفوهم شحال هذه، كنعرفوهم صحفيين نزيهين ناس صحفيين في المستوى، رغم ان هناك قله لكن لا حول لهم ولا قوه. كنعرفوهم مزيان، ناس طيبين، كاين صحفيين في جريده الصباح مخلقين فعلا وكيكتبوا وعندهم يعني كيكتبوا يعني بنزاهه وكيكتبوا باخلاق راقيه، لكن هناك ضغوطات هناك يعني المسؤولين على الجريده كيضغطوا عليهم وهذا الشيء راه معروف. وشحال من صحفي تم الطرد ديالو من الجرائد الوطنيه، علاش؟ على النزاهه ديالو وعلى الاخلاق ديالو الراقيه وعلى المهنيه ديالو اللي كيتعامل بها مع الاخبار او مع الراي العام. فعلاش المواطنين هاد المناضلين علاش كيهزوا؟ علاش كيجيو يديروا فيديوهات؟ واش كيتخلصوا على الفيديوهات ولا ما كيتخلصوش او كذا؟ فهذا كلام اخر. هذيك خصكم جريده الصباح تجيو دير تحقيق مع هاد الناس اللي كيديروا فيديوهات، علاش كيديروا هاد الفيديوهات؟ علاش كيبقوا هاد الفساد؟ ومنين العائدات الماده الماليه ديالهم؟ منين؟ شنو هو فيديو؟ عندك دير فيديو ما تخسر عليه حتى 5 درهم ديال الكونيكسيون كدير فيديو لايف عادي. هذا يحتاج الى تمويل او يحتاج الى عملاء في الخارج او الى جهات في الخارج او في الداخل اللي غيمولوا هذه الفيديوهات؟ هذا الحماق. ماكم تهضروش على كيمولوا الفساد ويدعموا الفساد، ها؟ وتهضروا على هذو المسؤولين النافذين اللي متورطين بالفساد. على جريده الصباح ما كتبتش على ماء العينين اللي 50 مليون رشوه، ها؟ خدا 50 مليون رشوه وخرج دابا من السجن، على ما الخبر اللي جاء مؤخرا انه خرج من السجن نظرا انه مريض، الحاله ديالو الصحيه ما تسمعش انه يبقى في السجن، رغم ان هناك سجناء اخرون معهم في السجن مرض، عندهم السيده، عندهم الكونسير، عندهم السرطان، ومازال طابعين في السجون. علاش جريده الصباح ما هضرتش على الحراك الريف بنزاهه؟ علاش جريده الصباح ما طلبات من التدخل
ديال ديال القصر الملكي باش باش يدير حد لهادشي اللي وقع في الحراك في الريف، ويتم وايجاد حلول ناجعه من اجل من اجل الانتهاء من هذه المشاكل التي نعاني منها او يعاني منها كل المغاربه سواء كان في منطقه الريف او غيرها. علاش انا نقول لكم علاش، علاش الناس كيخرجوا الفيديوهات؟ لان الجرائد الوطنيه حاليا ما بقاش الناس الشعب المغربي ما بقاش كيثق في الجرائد الوطنيه، لان انا نقولها لكم بكل صدق بكل صراحه، الجرائد الوطنيه ولات كتبيع وتشري. كنعرف بعض المراسلين صحفيين كيبيعوا يشريوا، كيتخلصوا من المنشورات ومن المقالات اللي كيداروا، واشهد بها امام الله. وراه شحال من واحد شحال من مراسل صاحبي تورط تورط في هذا الشيء. هذا الشيء علاش ما بقاوش الناس كيثيقوا في الجرائد الوطنيه ولاو المناضلين ما بقاوش كيثيقوا باش يمشيوا الجريده الوطنيه يعطيو لها يعطيو لها الموضوع او يهضروا الموضوع، لان الموضوع اما كيضربوا به عرض الحائط، واما خصو يعطي الاتعاب على هذاك الموضوع باش يتنشر، واما خصو يكون الموضوع يكون حساس او لا يكون الموضوع يكون مثير جدا باش الجريده تربح منه، باش تقرا الموضوع وتربح منه الاموال. وإلا كانش الموضوع ما يدخلهاش القراء ما عندها ما دير به، كتلوحوا سواء واخا الحالات الاجتماعيه والحالات المستضعفه والحالات، ولكن كتهتم بالحالات السياسيه، كتخدم بعض الجهات السياسيه والنافذين والاحزاب والبرلمانيين. علاش؟ لانهم كيستافدوا كيستافدوا من السياسيين وكيستافدوا من البرلمانيين. اما هذاك المواطن الضعيف ولد الشعب ما عنده ما يستافدوا منه، ما كيعطيوش قيمه. هذا هو علاش هذا الشيء، علاش الناس مشاو مشي كاملين مشينا للمواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات جريدة الصباح الحاجة جريدة الصباح. إلا ما كنتيش جريدة نزيهة وجريدة حرة وكتنقل الخبر كما هو، ما عند الشعب ولاد الشعب ما عندهم ما يديروا بها هذه الجريدة. أنا كنت كندخل المحل ديالي أكثر من 5 ديال الجرائد في اليوم، 5 ديال الجرائد في اليوم، فبالتالي ما كنتش ندخل حتى 4 جريدة، إلا ولا لقيت شي جريدة كنمسح بها نمسح بها السيارة، ملي كنمسح بها السيارة كنمسح بها السيارة ولا نمسح بها شي حاجة. الجرائد اللي كيمسحوا بهم الناس غير السيارات. علاش ما بقاوش كيتقراوا؟ لأن ما بقاش فيهم شي حاجة اللي غتقرا. لأن الفيسبوك وموقع التواصل الاجتماعي فيهم الحقيقة. الحقيقه اللي ما كتكتبش في الجرائد الوطنيه. هذا هو علاش الناس خرجوا للفيسبوك، خرجوا لموقع التواصل الاجتماعي، وخرجوا لليوتيوب، وخرجوا للتويتر، وخرجوا للجميتو. ما فهمتي علاش؟ ما فهمتيش علاش الناس ما بقاش كتمشي للجرائد الوطنيه؟ لان الجرائد الوطنيه ما بقاش نازيه، ولات كتخلص، ولات كتخدم كتخدم الاجنده ديال الاحزاب السياسيه. ما بقاش الجرائد كتخدم الاجنده ديال الراي العام ولاد الشعب. ولا المراسل الصحفي ولا كيبتز السياسي كيتخلص، الا ما تعطيهش الفلوس ما يكتبلكش مقال، الا كنتي ولد الشعب وعطيته مقال ما يكتبلكش يلوحوا وما يعينكش الاهتمام ويضرب بعرض الحائط. هذا الشيء علاش الناس هربوا للجرائد الوطنيه. دابا جاي الصباح جاي كتجي كتعاير في الناس الفيسبوكيين وصعب الفيديوهات، علاش كيبتزوا الشخصيات؟ جيب شي دليل، جيب شي دليل قاطع ديال شي فيديو، شي صاحب فيديو ابتز شي واحد، ابتز شي شخصيه نافذه او كذا. هذه انتوما بغيتو تغطوا بها على الفساد اللي واقع، اللي هضر عليه الكرطومي مرض الكرطومي. الفساد اللي راه ولا مشات تعتقل الكرطومي، راه حنا عندنا ملفات ديال الكرطومي غنفتحوهم. عندنا ملفات ديال مرض الكرطومي غنفتحوهم، عندنا نسخ منها. وخصكم تعرفوا على ان اي فيسبوكي عنده فيديوهات عنده ملفات راه قبل لا يتعتقل حتى كيعطي 20 نسخة للشباب المناضلين للشباب عاد ديك الساعة باش حتى تعتقل راه كاين ملفات، كاين اللي غادي يعطي يفضح ديك الملفات. راه ما تقدروش كل شيء غادي تعتقل، راه ما تقدروش تعتقلوا كل شيء. حتى يعتقل كل شيء راه كاين نشطاء وكاين مناضلين وكاين أحرار وكاين الناس اللي كيبغيو الحق وكيبغيو الخير لهذ البلاد. الواحد هنقول واحد باش يعرف الناس الفساد، شوف الفساد كيفاش داير. شي واحد في التعليق واحد دخل من هذا الفيديو قال لي سير انت تهضر بعدا، سير صوب غير سنانك وعاد هضر. تنقول له انا لان انا ماشي فاسد، ما لقيتش باش نصوب سناني، ماشي فاسد، ماشي مفسد بحالك باش نلقى او كنلقيت باش نصوب، كراني صوبتهم ولكن ماشي فاسد. غادي حدو قدو،
كان أقولها بعرق كتافي وبالحلال، ماشي الحاصل الكابة، ماشي بيع شرايين ولا الشعب. ما كان خدمش الأجندة ديال الاحترافة ديال الفاسدين والفاسدين، لأن النهار ديالهم قريب وغيتفضح كل شيء. وإلا بقيت فيك أجي صوبهم ليا. نحنا كنهضروا في الشرق وواحد اخر كيهضر في الغرب، باش تعرف باش تعرف بنادم مكلخ، بنادم مكلخ عنده العجينه عنده الخميره في دماغه. الله يخلف على الفيسبوك، الله يخلف على الاداره الفيسبوك، الله يخلف على الاداره ديال اليوتيوب، الله يخلف على اليوتيوب، والله يخلف على التويتر، والله يخلف على الفيسبوك، والله يخلف على الواتساب اللي عطاونا فتحنا واحد الفرصه باش نفضحوا المجرمين ونفضحوا المفسدين. الله يخرب عليهم، لان الجرائد ما بقاتش عندنا فيها ثقه. الجرائد انا بعدا ما بقاش عندي فيها ثقه، انا بعدا ما بقاش عندي في الجرائد ثقه. كاين بعض الجرائد، كاين بعض المراسلين كما قلت، كاين نزهاء، كاين بعض الصحفيين الله يعمرها سلعه، الله يعمرها سلعه، الله يعمرها سلعه، ولكن راه مضغوط عليهم، كيضغطوا عليهم اما تخدم معنا تجيب الاجنده ديالنا واما تجيب الاوامر ديالنا، والا سير الله يهنيك الله يعاونك، عطى الله اللي يخدم. هذا الشيء باش كيقمعوا الشعب، هذا هو السبب ديال القمع ديال العديد ديال الناس ديال الشعب. وحتى موظفين في الادارات، موظفين في الادارات هكا كيقمعوهم، تمشي معنا في الطريق ديالنا ديال الفاسات مرحبا، ما تجيش معنا في الفاسات ديالنا الله يهنيك، عطى الله اللي يخدم. انت لك كنخدم 7000 درهم 8000 درهم، كاين اللي يخدم غير 3000 درهم ويشدها. وفعلا هكا باش كيضغطوا على الناس، لان علاش؟ لان احنا مازال ما عندناش ديك التوكل على الله، حق التوكل على الله بان الله هو اللي كيرزق ماشي البشر. وكان عندنا فعلا حق التوكل كما قال الله واحد الحديث قدسي، لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم ما يرزق الطير تاخذوا خماسا وتروحوا بطانه. لكن ديك حق التوكل مازال ما عندناش، مازال ما كنامنوش به. اش غادي انا غادي الا قطع عليا الخمسه غنموت بالجوع. الرزق بيد الله تعالى هو اللي كيعطي الرزق. احنا حياتنا كلها وحنا يا مقهورين، يا هما اللي رزقونا، هما اللي كيرزقونا، هما اللي كياكلونا ويشربونا. الحمد لله بان كاين الله، كنامنوا بواحد، كنامنوا برب العالمين الذي يحيي هو الذي يميت، والذي يميت هو الذي يحيي، وهو الذي يرزق، والذي كيعطي الصحه وكيعطي المرض وكيعطي الرزق وكيعطي اي حاجه. وهذا هو السبب الاخوان ديالنا الكرام، علاش كنت نهضر على هذا اللايف، هذا هو السبب ديالو، هو هذا الفيديو، هذه الجريده ديال الصباح اللي كتبات تكلمات، يعني تكلمات صراحه، تكلمات بواحد الكلام سيء خبيث على الناشط مراد الكرطوني صراحه، ما عجبناش الحال. وبالتالي اكيد على اننا غادي كنعلنوا التضامن ديالنا مع مراد الكرطوني، فعلا كنعلنوا التضامن ديالنا من قلب مدينة فاس. وبالتالي فغيتوسع شبكة التضامن، غتوسع وغتكون فعلا جلسة، غتكون جلسة، غتكون أكيد غتكون واحد الوقفة تضامنية مع 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 مراد الكرطومي، وغيكون تضامن واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا شك في ذلك. فبالتالي حنايا يعني ما كان الطلب ديالنا الوحيد المغاربه الاحرار هما انهم يحاولوا يبلغوا هذه الرساله، هذا الميساج، يبلغوا بقوه من المغاربه الاحرار ويوصلوا باش يكون واحد التضامن واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. احنا سنسعى جاهدين، سنسعى جاهدين بان نسعى إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في المغرب، سواء معتقلي حراك الريف أو معتقلي بني ملال أو معتقلي مدينة فاس أو معتقلي مدينة الدار البيضاء، منهم مراد الكرطومي وكذلك يعني كل المعتقلين بصفة عامة. سنسعى جاهدين إلى إيصال رسائلنا إلى من يهمهم الأمر من أجل العمل على إطلاق سراحهم جميعا. هذه من جهة. بالنسبه للاخوان ديال الريف، الاخوان ديال الريف احنا معكم قلبا وقالبا، احنا معكم في النضال، معكم في الشارع، معكم احزان، معكم في الاحزان ديالكم، في الافراح ديالكم، في المسرات ديالكم، في كل الاحزان ديالكم حاليا،
معكم في أي نشاط متضامنون بالقلم باللسان بالقلب، متضامنين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، متضامنين مع ناصر الزفزافي وكل جلول وكل معتقلين ديال حراك الريف، متضامنين مع مراد كطومي مع مولش مع مول كاسكيطة مع حمودة مع كل المعتقلين مع كل النشطاء السياسيين اللي كيفتحوا الفساد. كما قلت سابقا حنا ما غاديش يخلعنا الحبس او الاعتقال او كذا، هذا الشيء راهم الانبياء تعتقلوا على كلمه الحق، راه انبياء وتعتقلوا على كلمه الحق، هذا الشيء لا يهمنا. المهم هو ان الرساله كتوصل والفضح ديال المجرمين سيستمر يعني بكل ما اوتينا من قوه. احنا ما عندنا والو، عندنا حتى شي حاجه، عندنا غير فهمنا نتسنى وعندنا الستيلو ديالنا الكلام، الستيلو ديالنا القلم. وبالتالي لا نحتاج الى من يدعمنا ولا الى من يمولنا، التمويل جاي من عند الله تعالى، احنا الله تعالى كيمولنا والله كيدافع علينا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، احنا الله اللي كيدافع علينا، الله اللي كيمولنا، الله اللي غينصرنا على المجرمين وينصرنا على المفسدين اينما حلوا اينما ارتحلوا. احنا حاطين ديما غنحطوا عليكم ديما في الادارات في المؤسسات، غادي نصوروا فيديوهات، غنفضحوكم، غنشوهوكم، غنديروا جميع هي اي حاجه كما كان الحال، غادي نفضحوكم باي طريقه. المهم غادي نعملوا على الفضح ديالكم بكل الوسائل بكل الطرق، عبر الفيسبوك عبر تويتر عبر اليوتيوب، نحن جند مجندون من اجل فضح الفساد في كل المناطق ديال المغرب. فهذا الشيء ما بلا ما تبقاو تحتاجوا عاد تبقاو تجيبوا اللي يهضر عليكم. انا هاد المفسدين دابا ديال الدوله، هاد الرؤوس الكبار ديال الفساد، رؤوس الفساد كيمشيو دابا كيستغلوا كيمشيو عند الجرائد باش يتكلموا بالنيابه عليهم، لانهم ما عندهمش القدره، ما عندهمش الاستطاعه باش يواجهوا ولاد الشعب. فبالتالي كيكريو الجرائد باش يتكلموا عليهم. واذا هنا فبالتالي ملي كيخرجوا الفيسبوكيين يهضروا ويفضحوا بالفيديوهات ويشوفوا شي حقائق، والحقائق بالاوراق مسائل يعني مستندات يعني حقيقيه، فبالتالي كتبقى فيهم البقزه وكيمشيو يكلموا الجرائد اللي يتكلموا بالنيابه عليهم. والدليل هو واضح، جاي الصباح تكلمت على مراد الكرطومي، ما تكلمتش على الفيديو هذاك، الفيديو اللي دار الفيديو هاز السيف وهاز السلاح الناري فردي كيهدد ابناء الريف. علاش ما تكلمتش على هذا؟ الاخوان اللي عندهم شي مشكل مع جلد الصباح او شوهت به جلد الصباح او دارت له شي حاجه وما كانتش هي هذيك، او كتبت عليه في شي تهمه في شي جنحه او كذا وثبت البراءه ديالو وجلد الصباح شوهت به، فيمشي يقدم دعوه قضائيه، وغادي نحملوا عليها في الفيسبوك على اوسع نطاق، وغادي نفضحوها وغادي نشروها على اوسع نطاق، باش اللي اي جريده، لان الجرائد ماشي عندهم يعني لا عندهم يعني ما عندهم هاد الجرائد اللي كانوا كيتعدوا على ابناء الشعب وعلى ولاد الوطن وكيشوهوا الصوره ديالهم، فحتى ولاد الشعب عندهم الحق يديروا يتابعوهم قضائيا ويديروا شكايات يدونوا شكايات عند الوكيل العام او وكيل الملك، يدونوها ويطالبوا برد الاعتبار ديالهم، لان القانون للجميع والمغرب والوطن للجميع، ما كاينش الفرق ما بين هذا صحفي ولا هذا برلماني ولا هذا وزير او هذا ولد الشعب، راه كلشي بحال هذاك اللي كيبات في الزنقه في الشارع في الكارتون راه بحالو بحال خصو يكون بحالو بحال هذاك الوزير، راه ما كاينش الفرق. لكن احنا في اعلان في دستور 2011 وفي قانون 2017 راه كينحصر على الكارتون في المحطه الطرقيه ولا كاين في المحطه ديال لاكار او لا في الشوارع العامه، فهذاك راه متساوي. لكن في 2017 دستور 2011 فهذا راه ما خصوش يبقى نعاس على الكارتون، او لا يجي الوزير يجرب النعاس على الكارتون، يجي سيهم الوزير ينعس على الكارتون، يجي سيهم البرلمان ينعس على الكارتون، ويجي سيهم المستشار ينعس على الكارتون، ويجي سيهم المدير العام ديال العمران اللي كيريب الديور على عباد الله ويجي يشري الاراضي وينهبوا الاراضي ديال ولاد الشعب، يجيو ينعسوا على الكارتون، يجربوا النعاس على الكارتون كي داير، هادو كيقمعوا ولاد الشعب باش يحسوا بالقيمه، باش يحسوا ولاد الشعب كيفاش عايشين. والمحنه اللي محنين، لكن أبداً
لكن ابدا ما عمر الشبعان ما يفكر في الجيعان. ما عمر الشبعان ليش شبعان ما عمره يفكر في الجيعان. يا ريتو كان شبعان غير بالحلال شبعان بالحرام. ممكن كان شبعان بالحلال راه لا باس عليه. هنقولوا شويه خويا خويا احمد السلك السلك قال بان عنده دعوه استئناف مع محاميه ارتكب اخطاء مهنيه زجابيه هي المحامون وزجابيه به في السجن شهر فهل من توجيه في طلب التعويض؟ نعم اخي من بعد ان شاء الله نسالوا هذا اللايف نتكلموا ان شاء الله في الخاص ونقولوا عاوتاني المشكل بالضبط ونقول لك يعني يعني الاستشاره اللي كاينه القانونيه اللي يمكن تتبعها والمسطره اللي يمكن تتبعها وكاين الحمد لله محامون قيمون ونزهاء اللي يمكن لهم يشتغلوا على الموضوع. وانا ماشي كنصدق محامين اللي غناخذ من عندهم الاستشاره ويعطيوك يعني شنو يمكن له يدار في هذه القضيه وحتى انا نقول لك الخطوات اللي يمكن لك تستخدمها في هذا الباب هذا. الاخت ناجيه ذكر كتقول بان النظام اخترق مواثيق دوليه انتهى. نعم هو ماشي اخترقها هو اصلا ما عمرو دارها ماشي يعني خرق القوانين الدوليه المواثيق الدوليه بل عمر المغرب كانت فيه شي مواثيق دوليه ولا طبقات في المغرب. هذيك مجال حقوق الانسان مجرد صوره صوري المجلس الوطني لحقوق الانسان كيخدم الاجندات ديال الدوله ما كيخدمش الاجندات ديال الشعب ولاد الشعب. وريني مجلس الوطني لحقوق الانسان خدم حاله من الحالات ديال ولاد الشعب ما كاينش والو كيخدموا الاجندات ديال الدوله. هادوك مادام توظفاتو الدوله مادام حطاتو الدوله مادام كلشي راه كلشي باين بلا ما نبقاو نحتاجو نهضروا ونكذبوا على راسنا. اما المهنيين راهم في السجون المهنيين كيعتقلهم في السجون سواء كانوا محامون او كانوا صحفيين او كانوا حقوقيين فراهم كيمشيو كيسقطوهم في السجون. ما كاينش عندنا شي حاجه سميتها مواثيق دوليه مواثيق ديال حقوق الانسان ولا ديال الصحافه الحره ولا كذا هادشي مجرد حبر على ورق مجرد مسطر على اوراق. اما على ارض الواقع فراه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي والدليل راكم كلشي كتشوفوه بعينيكم ما نحتاجوش نقول لكم راه كتشوفوا كلشي راكم كديروا معاينه كل يوم كتشوفوا المغرب كيفاش عايش وشنو المرحله اللي غادي منها وفين باغيين يوصلونا. إذا ما نحتاجوش يعني نسميتو نعم سمعتوا الإخوان ديالنا هي الحكومة الأخ ديالنا حميد الحافظي السي حميد الحافظي المغرب أنه تشوه الحكومة ما كتحشم شاي. الحكومة ماشي هي المشكل الحكومة راه مشات حكومة تجي حكومة راه الحكومة راه التعليمات هي اللي غادية راه واخا تجي ألف حكومة راه ما كاينش شي حكومة اللي غتخدم المصالح ديال الشعب. هذه خصكم نعرفوها وخصكم تاخذوها يعني في دخلوها دماغكم راه ما كاينش شي حكومة راه شحال من حكومة كمتعاقبة جات شحال من حكومة واش عمر شي حكومة خدمت الأجندات ديال الشعب أو المصالح ديال الشعب. كيخدموا الاجندات ديالهم كيخدموا اجندات الدوله كيمشيو بالتعليمات بغيتي تمشي بهاد التعليمات بغيتي تمشي بالتعليمات مرحبا راه انت في الحكومه ما بغيتيش غنزلوك راه غنطيحوك كما طيحوا احزاب طلعوا احزاب فاسدين ونزلوا احزاب فاسد بحال بحال الحزب الفاسد سواء الفاسد او لا الا ما خدمش الاجندات ديال الدوله راه كيطيحوه. وراكم شفتوا عرفوا حزب الاستقلال حزب الاستقلال كان حزب قوي وحزب كبير وحزب تاريخي وكذا وبالتالي ملي ما عندهم ما بقاش باغي يخدم الاجندات ديالهم هو خدم الاجندات ديالهم الفساد ما عمر عندهم ولكن هما عاوتاني ينزلوه علاش؟ دماغه لان لقاو واحد اخر عنده الثروات عنده الثروات ثروات البحار الفلاحه كل شيء هذاك عنده تاريخ هذاك بزاف لا باس عليه هذاك قادر يغطي الفقر اللي كاين في المغرب كامل. فبالتالي هذاك ما علاش ما طلعوه بلا انتخابات بلا ترشيح بلا حتى شي حاجه هو طلع كيحكم هو مسير البلاد كامله. هذا كاين شي فساد اكثر من هذا الفساد اش كاين شي فساد اكثر من هذا الفساد الله يهديكم راه الفساد باين وواضح عين كوضوح الشمس ليله كنهاره لا يزيغ عنه الا هالك واش بيضه ولا نجي نقول لك احلى
عبد الله البيضاء بيضاء لون بيض، وجي انا نقول لا ماشي بيضاء راه كحله، الفاخر اللي كحل والفساد هو الفساد كحل، والناس اللي كيمارسوا الفساد وعايشين في البلد كلهم بحال الفاخر. اما البيضاء قليل اللي كتلقاه مبشور منور بحال البيضاء، قليل بزاف. اما الطبقي الله يحفظ السلامه كلشي غير تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله هو ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل المسد. ها الايه واضحه، تبت يدا ابا لهب وتب ما اغنى عنه ماله هو ما كسب. شنو زعما يقدر ديك المال كاع يدير الملاير كاع يدير المغرب كامل، انت كاع دير المغرب كامل اش غدير؟ كرشك كتحشي بها غير داكشي اللي غيقدها، تقدر تحشي بها اكثر؟ المجرم يا الفاسد ما تقدرش تحشي بها اكثر، غتحشي بها غير داكشي اللي وفي التالي غتمشي تحطو عادي بحالك بحال هذاك اللي كينعسر الكارطون وكياكل الطار والزبل، حتى هو كياكل مسكين غير القياس. الله يفرج عليهم. الدوله ماشي فاسده، حطت الريحه وعطات الريحه. واش عمرك شتي كليتي عمرك خليتي الحوت خناز 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 تلقى واحد الريحه خانزه؟ هو هكاك الدوله، ولا بحال هكا الحوت خانز اللي عطى الريحه بزاف ما تقدرش بحال هكا الدوله ولا الريحه ديالها عطات بزاف، عطات كلشي وصلته الريحه صغير كبير كلشي تقاس من هذه الريحه هذه، كلشي تقاس فيروس الله يحضر السلامه، فيروس خبيث. المهم الاخوان ديالنا انا ما نطولش عليكم بزاف وما بغيتش نطول بزاف، لان الاصل هو الميساج، الميساج نوصلوه، ما عندناش الغرض نطولوا في الفيديو بزاف او يكون كبير او يكون يعني هذا، اللي عندنا الغرض هو الميساج يوصل وديك الشيء اللي في قلبنا كنقولوه، ما غاديش نخبعوه. ما نقول لك لا، وانا راه يمكن الى جاوي هذا الصرا الى جا دير معايا انا ريبورتاج راه عارفاني مزيان، وما جاي الصرا راه كتعرفني مزيان وما تقدرش تقول عليا شي حاجه بحال هكا، لان عارفاني ماشي خائن، لا ديال هذا لا ديال الشعب ولا ديال الوطن، باش تزيد لهم بالهم الصراحه كتعرفني مزيان، وما كاينش شي واحد انزه مني منهم، هما انا مزيح عليهم واحسن منهم ونقي عليهم ونقي نقي على بزاف ديال الناس. وتجي تقدر تقول عليا ملي شي واحد حتى انا بالفيديوهات ولا كذا تجيبوا لي، انا كنفضح ما كنتفش كنفضح، غنزيد نفضح ومازال كنفضح، ولا بغيت نفضح حتى الجرائد راه غنفضحهم، وراه عندي وعندي وغنفضحهم غنفضحهم، عندي ما يثبت عندي شي مسائل وغادي نفضح. نسول ولاد الشعب شحال من مواطن جاي يكتب جريده وكيطلبوا منه لا سمعوا صمتوا ولاد الشعب دابا نجيبوه ويصرحوا بهذا الشيء. هادشي كاين وغنوضحكم واحد، ومازال غندير واحد اللايف غنوضحكم غنبين لكم كيفاش الجرائد كيتعاملوا مع القضايا ومع الملفات السياسيه من الحجم الكبير، غنوضح لكم داك الشيء بدقه باش ما يجيش شي جريده كذب وتقول بغير هذا الشيء هذا الشيء اللي كاين، ولاد الشعب راهم عارفين وفاهمين هذا الشيء هذا وواعيين به، واكبر دليل على ان الناس ما بقاش كتشري الجرائد، وهذا اكبر دليل على ان الشعب عاق وفاقد هذه الجرائد الوطنيه اللي كتخدم اجندات ديال الاحزاب السياسيه. كل جريده عندها ثلاثه الاحزاب ديالها اربعه الاحزاب ديالها عايشه مخيره، علاش غدير بك انت ولد الشعب؟ انتحر ولا موت ولا طير ولا نزل، اش غدير بك انت؟ المهم الاخوان ديالنا هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل لكم، وصراحه يعني ما كنت ما نزيد نهضر، لان هذا الشيء كيمرض كيمرض الحفل كيمرض الدماغ كيبغي يطردك. المهم ما تنساوش كما قلت لكم ما تنساوش توصلوا هذا الميساج، توصلوا يعني يوصل للمغاربه سواء داخل المغرب او خارج المغرب، فحنايا الهم ديالنا الوحيد هو نشوفوا هذول الشعب عايشين بحالهم بحال عباد الله، نشوفوهم نقيين، نشوفوهم لابسين، نشوفوهم مداويين، نشوفوهم قاريين، نشوفوهم يعني تا هما ضاحكين مبشورين. ما بغيتش تمشي في المسجد تشوف بلاد محازن، فيما بغيتش تشوف شي واحد تشوفهم غيطردك بوحدو، واحد بالانتحار كيدخل بالانتحار ساعة ساعة، واحد يعني علاش ما هاد الناس هادو ما يعيشوش هما بحال بحال هادوك اللي عايشين؟ علاش هادو ما عندهمش حق يعيشوا ما عندهمش حق؟ ماشي ولاد المغرب، ماشي وطنيين، ماشي وطنيين غير بلا كارت ناسيونال صافي.
هاد شدو الصطابيط واش عندك لاكارت؟ راه لاكارت مساوي وطني ما كانش هضره ما لا حول ولا قوه الا بالله. بزاف عيقوا بزاف عيقتوا والله الا عيقتوا بزاف على هذو ولاد الشعب والله الا قهرتوه اكثر من القياس وحقرتوه اكثر من القياس احقرتوه. ولكن هادشي راه ما غاديش هادشي اكيد انه غادي ما غيتسالى ما غيبقاش هكا اكيد انه غيتقاد. نعم الجمعيات يخافون كيخافوا احمد السلاك كما قلت يا خويا شحال من الجمعيات عندكم فوادي زم كنسمعوا ان عندك مشكل مع شي محامي كيخافوا يساندوك على مول المحامي كيقطع الريوس. راه كاين محاميين اللي غيساندوك كاين اخويا محاميين اللي غيساندوك واخا مع محامي على مال المحامي. راه كاين محامين شفاره شنو شي معروفين كاين محامين شفاره كاين محاميين شفارة. انا محامي داليكسيدا محامي داليكسيدا هذه تقريبا شي 15 سنه او 14 سنه تهالي لا لا حليه 120 الف ريال خرج لي فيها 300 ونص لحليه 120 ريال بالخير وقعني على ورقه نضاني على ورقه ما عارف شاير ما وقعني على ورقه بانني خديت 120 الف ريال زعما خاص نصرف 120 الف ريال ساعه وفي الخير تثبت لي على انه وقع لي على ورقه بانني ما كنسلم حتى شي حاجه ما خديت فلوسي وداني طبقي ولكن الله تعالى يخلصوا ما عندناش المشكل لان وقعت ما عندي ما ندير. فانا ما كنتش فاهم ما كنتش عارف طايق فيه محامي كنسمعوا كنا كنسمعوا محامي كيسحبنا محامي هو ما عرف شكون تبين على ان محامي راه هو كاين محامي شفار نصاب حتى هو هادشي عادي. ولكن كاين محامين مخلقين محامي الله يعمرها سلعه محامين الله يعمرها دار كيدافعوا عليك يدافعوا عليك مجانا وبكل القوه ويدافعوا عليك ويجيبوا لك حقك وبلا حتى شي مبلغ مالي. كاينين ناس مناضلين كاين محامين تبارك الله عليهم موجودين اللي غيساندوك يمكن لهم يساندوك ويوقفوا معك. الله يحفظك اخويا رشيد امجاد. نقرا بعد التعليق البشير سي البشير مول كيكالات. مع الاسف حنا هنايا في اوروبا كنتمناو نمشيو لبلادنا باش نشوفوا شي حاجه اخرى احسن ولكن ديما اللور كلشي كيمشي. نعم هذا الاخ هذا عايش في اوروبا عايش في الخارج سي البشير عايش في الخارج كيقول لك كنجيو المغرب كنشوفوا كلشي كيبكي كلشي كيشكي كيبغي يجي يشوف يحاول يشوف يعني يجي يلقى الامور تحسنات لكن فبالتالي كيجي كيلقى الامور مازال اكفس اكثر من اللي خلاها. اذا للاسف راه كلشي كيشكي فعلا راه ولاد الشعب اللي كيشكيو ماشي المفسدين ما المفسدين راه شكون بحالهم كلشي ديالهم البحر ديالهم الجو ديالهم البر ديالهم كل النفس دابا راه ديالهم كلشي ديالهم اش نخلاو لولاد الشعب ما خلاو لهم والو اش خلاو حتى حاجه كلشي الدواء. ولكن راه الخطا ديالنا احنا ولاد الشعب انا كنعيط انا كنقولها لكم نيشان الخطا ديالنا ولاد الشعب الدرجه الاولى لان احنا اللي كنمشيو نبيعوا راسنا ب 4000 ريال احنا كثر تعدينا الحمير ليه الحمار كيسوى 40000 60000 وحنا كنمشيو نصوتوا ب 4000 ب 2000 ريال. اذا احنا اللي كنساهموا في الفساد ديال البلاد احنا اللي كنساهموا في الفساد ديال البلاد. منين نجيب واحد فاسد سكايري مخزز ديال الزوار كيدير كيلعب القمر قمار سكايري فاسد مخانز مستخ ونجي نحطو منصب باش ينوب عليا ويمثلني في البرلمان ولا في مجلس التجاري شنو معناتها؟ اذا انا اللي حطيتو راه انا فاسد الدرجه الاولى لان انا خليت له الفرصه انا اللي عطيتو الفرصه فين يبني ويدير الفيلا ويدير الفيرما ويدير المعمل ويدير الشركه ويدير كذا ويسرق وينهب ويولي كلشي ديالو. فبالتالي علاش غادي نسالو دابا انا؟ نقول له راه فاسد وانا مصوت عليه ربع انا فاسد قبل منه لان عطاني 4000 ريال وصوت عليه واخا هو فاسد. اذا فبالتالي انا اللي غسل لهم راسي تايا انا حنا نرموا راسنا حنا ولاد الشعب نلوموا راسنا لان حنا اللي كنمشيو كنتجاراو وكنسبقوا ونديروا لهم الحملات الحملات الانتخابيه باش نطلعوهم. علاش كنت ما كنعزلوش الناس اللي قاريين اللي واعيين الشباب اللي هما فعلا باغيين يخدموا البلاد كيقول له كتمشي كتقول له انا راني مرشح جديد كيقول لك واش عندك الفلوس ولا ما عندكش عندك فلوس غتعطينا شي فلوس غنخدموا معاك نعاونك ما عندكش فلوس الله يعاون. اذا شكون؟ اذا حتى الشعب فاسد حتى الشعب راه مازال فيهم الناس المكلخين. انا كنقولوها ولي عجبو الحال عجبو الحال اللي ما عجبوش الحال يمشي يطربق اللي ما عجبوش الحال يمشي يطربق. حنا فاسدين ولاد الشعب فاسدين حنا اللي كرضينا بهذا الدل وحنا اللي
اللي حنا لمينا، حنا اللي لمينا الفساد، حنا اللي ساهمنا في التنميه ديالو، وساهمنا في غلطناه وسمناه مزيان، سمناه باش يقدر يضغط علينا ويقدر يقدر يصطم علينا بالصباط ديالو. فدابا ما نجيوش ما بقاوش نلوموهم، حنا كنلوموهم الفساد الفساد، لكن ما نساوش قلنا كما قلت ما نساوش ان ولاد الشعب راه منهم المفسدين اللي فسدوا لهم اسباب اللي طلعوا هاد الناس ديال الفساد، هما اللي كبروا من ماهم وغلطوهم وسمنوهم. فبالتالي قبل لا نلوموهم نلومو حتى راسنا، حنا حتى حنا كنحملوا المسؤوليه، النص ديال المسؤوليه كنحملوها راسنا. ما نجيش نقولوا فعلا الفقر حقه فقير، حقه ما عنده ما يصرف، عنده باش يجي خنجه ديال الطحين كيستاخذ ديك 4000 ريال ولا 6000 ريال باش تجي تجيب خنجه ديال الطحين. يا ديك 4000 ريال راه شاك ديك المره يقول العام كامل هادشي خرجت الطحين، والعام كامل شنو غتاكل؟ غتاكل طبات. راه المبادئ راه هي كلشي، راه تقدر تبقى بالمبادئ ديالك وخمسه ديال الطحين تجي عندك، ماشي انت تجي تقلب عليها تجيبها. راه الا كنت عندك المبادئ ديالك والاخلاق ديالك وكتخدم الصالح ديال البلاد والصالح ديال الوطن كامل والمصلحه العامه وتقلب وباغي الاصلاح وباغي التغيير، فالخمسه ديال الطحين هي اللي غتقلب عليك ماشي انت تقلب عليها. يعني الا جا مرشح عطاني 4000 ريال نصوت عليه باش نجيب انا خرجه ديال الطحين حيت راني فقير، وانت فقير الله خلقك فقير وبغى يشوفك يمتحنك. ولكن ماشي بالفساد، نقلب على رزقي ولكن ماشي بالفساد. وفي التالي دابا هما داو كل شيء بالخير، حنا بقينا واحدين. يلاه هما داو كل شيء، داو كل شيء، داو لك البحر، داو لك الجو، داو لك البر، داو لك اي حاجه. قلت لك النفس دابا القبور الا بغيتي تدفن فيه راسك راه خصك تخلص عليه. القبور عباد الله دابا تموت راه مشكله، لمتي دابا مشكله بلا ما يموت دابا، والله ما يموت دابا. شي اللي بغى يموت والله ما يموت دابا، ما حد مازال ما يولي القبر ب 10000 درهم، راه قريب القبر يولي ب 10000 درهم باش يطيح عليك. وكاين اللي ما عنده حتى شليله كيفاش غيدير تدفن؟ السبيطار بلا ما كيمشي له ما كيلقاش 10 درهم تحليله ما كايناش، سكانير ما خدامش، دولي برام ب 10 درهم ما يلقاش باش تشريه، وكيفاش غدير تدفن راسك الا متي؟ اللهم نموتوا دابا باش ما حد القبور مازال خير شي شويه مازال كيوصل الى 10000 درهم 2000 درهم، لحقاش القبور راه ديال المحسنين ما عمرو، راه هذه هي المصيبه ديالنا، هذه هي المصيبه ديالنا الاخوان ديالنا. واش غنقول لكم؟ هذه هي الهضره اللي يمكن نقول لكم في هذه الساعه، وغنخليكم وغنودعكم عواشركم مبروكه وعيدكم مبارك وسعيد، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال، وكل عام وانتم بألف خير. وندعو للمعتقلين السياسيين في الحسيمة بالفرج القريب، وكل معتقل كل معتقلين سياسيين في أنحاء المغرب ندعو لهم بالفرج بالفرج القريب، لتكون لتشمل الفرحة كل مغاربة، فرحة العيد إن شاء الله إن شاء الله تعالى. ونسألكم الدعاء ولا تنسونا من دعائكم، وفكروا فينا ودعوا معنا وما تنسونا شيء، كما حنايا احنا ما ننسيكم شيء، وحنا ديما معكم وديما كنفكركم وديما كندعوا معكم، وبالتوفيق للجميع، وفقكم الله لما يحب الله تعالى ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.